ينثني شعب اليمن. أبطال قواتنا المسلحة والأمن البواسل، يا حماة الدين وحراس العقيدة، يا دروع الوطن وحماته الأشاوس، طبتم وطابت أوقاتكم عامرة بالنصر والتمكين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اشمخي يا أرض حمير، اشمخي يا أرض حمير، فيك جيش ليس يقهر. اشمخي يا أرض حمير، فيك جيش ليس يقهر. كالبراكين تفجر هاتفا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اشمخي يا أرض حمير. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج دروع الوطن. نتعرف وإياكم مشاهدينا الأكارم في هذه الفقرة والزيارة الميدانية التي نقوم بها هنا في محافظة تعز إلى تفقد أحوال المرابطين من منتسبي الشرطة العسكرية. نتعرف وإياكم مشاهدينا الأكارم في هذه الفقرة الميدانية عن مهام واختصاصات الشرطة العسكرية. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج دروع الوطن. نتعرف في هذه الفقرة والزيارة الميدانية التي نقوم بها إلى محافظة تعز، تحديدا إلى قيادة الشرطة العسكرية. معنا أعزائي المشاهدين في هذه الأثناء قائد فرع الشرطة العسكرية بمحافظة تعز العميد جمال الشميري، كي يطلعنا وإياكم مشاهدينا الأكارم عن مهام واختصاصات الشرطة العسكرية التي لا تقل أهمية عن الأبطال الميامين المتواجدون في الخطوط والمواقع الأمامية، الذين يذودون عن حياض الوطن وأمنه واستقراره ضد فلول وأزلام الميليشيا الإنقلابية الكهنوتية. أهلا بكم في محافظة تعز وفي قيادة الشرطة العسكرية بالمحافظة، ونرحب بدوركم الكبير الذي تقومون به في الجانب الإعلامي. بالنسبة لوحدة الشرطة العسكرية، وحدات وزارة الدفاع، وهي مرتبطة بوزارة الدفاع وبالقيادة العامة للشرطة العسكرية. الشرطة العسكرية بمحافظة تعز لعبت دور أمني كبير، ولعبت دور عسكري في تعزيز الجبهات في الفترة السابقة. هذه الوحدة العسكرية فيها ضباط وصف ضباط وأفراد مقاتلين، وتم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى. تم إعادة تجميع وتأسيس الشرطة العسكرية، حيث تم استدعاء جميع الضباط وصف الضباط والأفراد الأقدميين، وتم اختيار أفراد من الجيش الوطني الذين كانوا في الجبهات وشاركوا في دحر المادة الحوثية على محافظة تعز. هذه الوحدة أول وحدة عسكرية تم تأسيسها في المحافظة، ولعبت دور كبير في الجانب الأمني، بل قامت بالجانب الأمني كاملا والجانب الاستخباراتي، وتحملت هذا العبء الكبير، بالإضافة إلى أنها ساعدت في تأسيس المباحث العسكرية والنيابة العسكرية، وهم متواجدين في هذا المقر. وتم استقبال جميع القضايا العسكرية والمدنية وحلها واتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص هذه القضايا. هذه الوحدة العسكرية الآن حاليا لديها 18 موقع عسكري وأمني، ما بين نقاط عسكرية بحدود 6 نقاط عسكرية وأمنية،
وحماية مصالح حكومية ومنشآت، محافظة، المستشفيات، المدارس، بعض المدارس الحكومية، بالإضافة إلى لدينا 3 مواقع عسكرية. تم إعادة تشكيل هذه الوحدة وتشكيلها إلى كتيبة تحركات وكتيبة مصالح ومهام خارجية، بالإضافة إلى سرية دعم وإسناد وسرية مهام خاصة وسرية أمن. الآن الشرطة العسكرية تلعب دور كبير في الجانب الأمني، ونحن مشاركون في الحملة الأمنية. وبالنسبة لدحر المد الحوثي والانقلاب الميليشياوي، الشرطة العسكرية كانت المبادرة في هذا الجانب، حيث تم ضم أو سحب جميع الأطقم الموجودة في فرع الشرطة العسكرية عند مداهمة الحوثيين وضموا إلى المقاومة الشعبية. هذه كانت من أكبر الأدوار التي لعبتها الشرطة العسكرية، وكانت تعتبر أساس في سقوط الجبهة الشرقية. وكان يوم مشهود، يوم ما ضمت أطقم الشرطة العسكرية إلى المقاومة الشعبية. هذه الوحدة وحدة وطنية، وحدة أمنية تم تأسيسها وتدريب أفرادها، وتلعب دور كبير من بداية تأسيسها في الستينات وإلى حد الآن. هذه الوحدة العسكرية لا يمكن بحال من الأحوال إلا أن تكون مع الوطن وفي صف الوطن، وستذود عن هذا الوطن وتقدم التضحيات كيفما كانت. تمثل قوات الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع العمود الفقري للقوات المسلحة، وهي تقوم بواجبها ومهامها الوطني في تأدية المهام المناطة بها على أكمل وجه وأفضل صورة. وهنا في مدينة تعز الحالمة، منبع الثوار وموطن الأحرار، تستعيد قوات الشرطة العسكرية رونقها ومكانتها من جديد بعد أن دمرتها الميليشيا الإنقلابية الإجرامية وعبثت بمقدراتها كغيرها من المؤسسات العسكرية والأمنية التي دمرتها تلك الميليشيا الكهنوتية، حيث تقوم قيادة الشرطة العسكرية ومنتسبيها هنا في الحالمة تعز ببذل الجهود العظيمة التي تهدف إلى تحقيق وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة، إلى جانب مشاركة منتسب الشرطة العسكرية مع إخوانهم من أبطال الجيش الوطني في مختلف جبهات العزة والكرامة. رغم الإمكانات المادية البسيطة التي تفتقرها الشرطة العسكرية في المحافظة، إلا أنها تقوم بتأمين العديد من المنشآت الحكومية والخاصة وكذا النقاط العسكرية التي تهدف إلى ضبط المطلوبين أمنيا والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والمواطن. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرطة العسكرية تعتبر أول وحدة تأسست بعد انقلاب الحوثي على اليمن، فكانت هذه المؤسسة من يلبس الميري كأنما يلبس كفنه. فالشرطة العسكرية قامت بدور كبير، دور الأمن ودور جميع الوحدات العسكرية، لأنه الوحدة الوحيدة التي كانت متواجدة على الأرض. فأول ما بدأنا تأسيس الشرطة العسكرية قمنا باستدعاء الضباط والأفراد السابقين إلى الوحدة، إضافة لأنه كان لم يتواجد جميع الأفراد، فقمنا باختيار أفراد نوعيين وجيدين من صفوف المقاومة ومن الجبهات العسكرية، وأوجدنا هذه الوحدة، فكانت فعلا بكل ما تعني الكلمة قمة الضبط والربط، وأثرها ملموس لدى كل مواطن من أبناء تعز. رسالتك، رسالة
رسالتك للقيادة السياسية لأبناء الشعب اليمني؟ أتوجه لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي ونائب رئيس الجمهورية والحكومة أن تلفت لهذه أن تتوجه بلفتة كريمة لهذه الوحدة التي تعتبر صمام أمان للجيش الوطني بشكل عام، وأن يدعموا الجيش الوطني لكي نستطيع أن نحرر محافظتنا واليمن بشكل عام حتى نتخلص من جرثومة الحوثي، هذه الجرثومة التي أصابت اليمن الكبير. فنحن على ثقة بأنهم راحلون وبأنهم زائلون، وأن علم اليمن سيرفرف في جبل مران إن شاء الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما فيه الخير. على رسول الله، نحن في التوجيه المعنوي في فرع الشرطة العسكرية محافظة تعز، دورنا هو رفع الجاهزية المعنوية ورفع الروح القتالية والمعنوية لدى أفراد الشرطة العسكرية. كذلك من أهداف التوجيه المعنوي تعميق الولاء الوطني والتقاليد العسكرية والتوعية بحقوق الإنسان والقوانين الدولية. كذلك من الأهداف العامة تبصير المقاتلين بالأخطار المحدقة بالوطن وكيفية مجابهتها. من أهداف التوجيه المعنوي رصد الشائعات والرد عليها من خلال وحدة متخصصة في التوجيه المعنوي تعمل على رصد الشائعات والرد عليها وتحجيمها. هناك أنشطة كثيرة للتوجيه المعنوي، منها المحاضرات العسكرية والندوات الثقافية، كذلك زيارة النقاط العسكرية من خلال برامج متكاملة للتوجيه المعنوي، والجانب الإعلامي من خلال نشر المجلات والمطويات الدورية الخاصة بالتوجيه المعنوي سواء لمحور تعز أو الخاصة بالشرطة العسكرية. كذلك من أنشطة التوجيه المعنوي إحياء المناسبات الوطنية كالعيد 26 لسبتمبر والعيد 14 من أكتوبر وعيد 11 من فبراير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تزامنا مع احتفالات الشعب اليمني في ثورة 26 من سبتمبر المجيدة في الذكرى 57 وثورة 14 أكتوبر، نؤكد نحن في الشرطة العسكرية، أبناء الشرطة العسكرية والقوات المسلحة بشكل عام، على أهمية المضي قدما في تحقيق أهداف ثورة سبتمبر وأكتوبر المجيدة، وكذلك نشدد على أهمية مواجهة ومقارعة مشاريع الانقلاب في جميع أنحاء الوطن. جيش اليمن يا بطل الشعب بكير فرحبي وطننا حماك الله سبحانك يا صانع المجد كبر فاسي من كبر الله أكبر على العدي وعدوانك قواتنا العسكرية جيشها شمر عالي المعنوية هزي ميدانك حقق نجاحات عملها بها صفر أرواح بطولات والتاريخ برهان بمستوى الجاهزية جيشنا زمجر وفي وطيس المعارك صف نيرانك خاطي اشتباكات واتقدم بها يسهر ودارها حال في قلب نصف إعلانك يا من رسمت أجل سبتمبر وأكتوبر وخاطي ما يوم We'll be right back.
أعزائي المشاهدين، حياكم الله من جديد في هذه الزيارة الميدانية التي نقوم بها لبرنامج دروع الوطن هنا في محافظة تعز. نتواجد أعزائي المشاهدين في هذه اللحظات في نقطة الهنجر البوابة الغربية لمحافظة تعز. إلى جوارنا أعزائي المشاهدين إحدى الشرطيات التابعة للشرطة النسائية المتواجدة هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لدوركم كشرطة نسائية هنا في نقطة الهنجر البوابة الغربية لمحافظة تعز، كيف تتعاملون مع المسافرين خصوصا في الجانب النسائي؟ نتعامل معهم مع تفتيش يعني بأسلوب كويس، يعني نفتش الحريم. نحن دورنا كتفتيش حريم بس، يعني لا في شيء زي مثلا لا في رجل ملثم ولا شيء، نحن نفتش الحريم ولا في شيء مثلا زي ذخائر وهذا تحتر قلهين، يجي يكون معبات تحتر قلهين ذخائر بازوكات. مثلا بعض مرة مسكنا واحد ملثم كنا نقول له يعني تفتيش حرمة، يقول لا تفتشوش هذا مريضة ما راح حرمة مريضة. وبالأخير يعني نزل البرقع شوية ظهر الشنب طلع رجل، ومرة تحت الحرمة نفتشها تقول لا تفتشينيش، أقول لا تفتش، قال لا هذه مداعة قصبة مداعة. بالأخير قلت له عادي خرجي هالمداعة، خرجناها بازوكة. يعني كدورنا نحن نفتش نساء بس، يعني حرمة نفتشها غير كذا، يعني لسلامتنا وسلامة المدينة وسلامة المواطنين نفتش نحن كدورنا نحن في هذه النقطة. شكرا جزيلا. شكرا. للوطن للجيش غني للبطولة يا مواقع، واهتفي للنصر للوحدة وللجيش المدافع. للوطن للجيش غني للبطولة يا مواقع، واهتفي للنصر للوحدة وللجيش المدافع. وانشدي الله أكبر الله 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 أكبر، وانشدي الله أكبر الله 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 أكبر. رددي لحن الخلود، رددي لحن الخلود. الشعب هبوا حطموا كل الموانع، اكتبوا بالدم وحدة رسخيها يا مدافع. يا جنود الشعب هبوا حطموا كل الموانع، اكتبوا بالدم وحدة رسخيها يا مدافع. لا حواجز في وطنكم الله الله لا حواجز في وطنكم الله 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 أكبر. لا موانع لا حدود، لا موانع لا حدود. ارفعوا وحدة بلدكم فوق أبراج السواطع، أنتم الحراس للوحدة مع الأمن الطلايا. ارفعوا وحدة بلدكم فوق أبراج السواطع، أنتم الحراس للوحدة مع الأمن الطلايا. عزمكم دك المخطط الله الله عزمكم دك المخطط الله 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 أكبر. والمنفذ والحسود، والمنفذ والحسود.
بلادي في وجوه المغرض نهب زوابع. إننا الشعب الذي صد الحوادث والوقايع. يا بلادي في وجوه المغرض نهب زوابع. وجه الأعادي الله 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 أكبر. نحن في وجه الأعادي الله 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 أكبر. كالصواعق والرعود كالصواعق والرعود. فني سأسمو رغم عمقد راحي تفديك منا أطيب الأرواح. وطني أحبك رغم كل مواجعي وأراك عشقا واجب الإفصاح. وطني ستبقى في الضمائر خالدا وعلى ثراك حضارتي وفلاحي. وطني سموت على المواطن كلها وتراب أرضك عزتي ووشاحي. وطني الحبيب لأنت أسمى موطن نفسي تطيب بعطرك الفواح. وطني وفي قلبي حكاية عاشق سأقصها لمواكب النزاح. وطني جريح والجراح جريح جراحنا ممتدة وجعا بكل الساح. وطني أنينك نازف في مهجتي قد زاد أوجاعي أطال نواحي. وطني وإن هجروك يا شمس العلا سيظل فجرك باهر الإصباح. وطني ستحيا شامخا رغم الأسى لن تستكين لزمرة الأشباح. وطني وإن باعوك في جنح الدقى فسيفضحون بنورك الوضاح. وطني وإن كسروا جناحك لا تهن فلشعبك المغوار ألف جناح. وطني وطني إذا خانتك أوغاد الورى لن يفلح الباغون بالأرباح. وطني حماك الله في ساح الوغى فجلال عزك فوق كل سلاح. وطني ومن جافاك عاش مشردا تلك الحقيقة قد وعاها الصاحي. وطني وإن نكثوا العهود وبدلوا سأظل أعشق تربتي وكفاحي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب أولا بالفضائية للفضائية عدن اليمنية بمقر الشرطة العسكرية محافظة تعز، ونشكرهم على تواجدهم لتغطية فعالية التوجيه المعنوي في هذه المحافظة. والتوجيه المعنوي يقوم بمهام كثيرة ومنها تغطية هذه الفعاليات والزيارات الميدانية لكل يعني النقاط اللي تشمل نقاط الشرطة العسكرية في مداخل المدينة والمصالح الحكومية. ونشكركم على تواجدكم معنا ولكم جزيل الشكر. نحن أقسمنا اليمينا أن نكون الأقوياء القادرين. يا بلادي نحن أقسمنا اليمينا أن نكون الأقوياء القادرين. فانطلقنا سائرين فانطلقنا سائرين وانتزعنا الحق والنصر المبين. يا بلادي نحن أقسمنا اليمينا نكون الأقوياء القادرين. يا بلادي نحن أقسمنا اليمين أن نكون الأقوياء القادرين. فانطلقنا سائرين فانطلقنا سائرين وانتزعنا الحق والنصر المبين. على طلقات رشاش ومدفع
أجفل الليل على ذعر وأقلع وعلى ضربة رشاش ومدفع أجفل الليل على ذعر وأقلع واستفاق النائمون واستفاق النائمون يشهدون الليل صبحا مستوي يا بلادي نحن أقسمنا اليمين أن نكون الأقوياء القادرين يا بلادي نحن أقسمنا اليمين أن نكون الأقوياء القادرين فانطلقنا ثائرين فانطلقنا ثائرين وانتزعنا الحق والنصر المبين بسم الله الرحمن الرحيم. الشرطة العسكرية قوة حية متواجدة على أرض الواقع. الشرطة العسكرية دشنت في خلال الثلاث سنوات الماضية. قامت الشرطة العسكرية بجميع الأعمال الأمنية والعسكرية في داخل المحافظة، حيث كانت هي النموذج الأول أو الوحدة الأولى التي الأمنية والعسكرية التي باشرت عملها في هذه المحافظة، حيث أول افتتاح لنا كان المباحث العسكرية. كانت المباحث العسكرية تستقبل باليوم حدود من ما بين 30 إلى 50 قضية. فعلت المباحث العسكرية بصورة صحيحة، استقبلنا جميع القضايا المدنية والعسكرية في هذه المحافظة. دخل إلى السجن من المخالفين سواء عسكريين أو مدنيين في هذه المحافظة ما يقارب إلى من 2000 إلى 2500 شخص. تم تحويل هؤلاء الناس أو غالبية هؤلاء الناس إلى السجن المركزي لاحقاً. في بداية الأمر كان لا يوجد أمن أو بحث جنائي أو أمن مركزي، أو جميع الوحدات العسكرية دمرت في هذه المحافظة بعد الانقلاب الذي حصل في الجمهورية اليمنية. كانت الشرطة العسكرية هي السباقة في إيجاد الأمن والاستقرار في هذه المحافظة، قدمنا ثمن لذلك العديد من الشهداء من الإخوة الزملاء والصف والضباط في المحافظة. لعل من أهم الشهداء كان في بداية الأمور لا يستطيع أحد أن يلبس حتى الزي العسكرية والميري، ودفعنا 8 شهداء ضريبة هذا الزي في بداية الأحداث. كان أولهم الشهيد عماد جمال الشميري والأخ سرحان الهاشمي والعديد من الإخوة الشهداء رحمهم الله. قدمنا أيضا في مختلف جميع الجبهات العديد من الشهداء في جبهة الشرقية أو في جبل هان والعديد من الجبهات أو جبهة مقبنة أو كذا. الشرطة العسكرية هي الرديف الأساسي للقوات المسلحة في هذه المدينة. عززنا جميع الجبهات، نعمل على كل التشكيلات العسكرية. حرصت الشرطة العسكرية على الوقوف على مسافة واحدة بين جميع التشكيلات العسكرية والوحدات الأمنية. حاولنا بكل جهد، واستطاعت قيادة الشرطة العسكرية أن تعمل الهيكلة الداخلية للشرطة العسكرية، حيث كل القادة والأركانات في الشرطة العسكرية هي نموذج لكل الوحدات، حيث أنها من جميع أطياف وألوان تعز ومن جميع مديريات تعز، بالإضافة إلى جميع الجمهورية اليمنية متواجدين في هذه الوحدة العسكرية. الشرطة العسكرية هي النموذج الرائع. الشرطة العسكرية قوة حية متواجدة على أرض الواقع. مثلت الشرطة العسكرية إلى الآن حدود 18 مؤسسة حكومية تحت حماية الشرطة العسكرية. من أهم هذه المؤسسات المستشفيات، مستشفى الثورة العام، مستشفى الجمهوري العام، أيضا المحافظة، كثير من المراكز الحكومية التي تعمل تحت حماية الشرطة العسكرية. أيضا نحن رجال الضبط القضائي في هذه المحافظة. جميع المحاكم في هذه المحافظة هي تحت حماية الشرطة العسكرية، وننفذ جميع توجيهات القضاء استنادا إلى القانون وإلى الأوامر القضائية الصادرة من المحاكم المدنية والعسكرية في هذه المحافظة. الشرطة العسكرية جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية المتواجدة في هذه المحافظة. الشرطة العسكرية قوة حية. الشرطة العسكرية هي النموذج إن شاء الله، ونشد على أيدي زملائنا وأفرادنا وإخواننا في هذه الوحدة إلى الاستمرار في بذل المزيد من العطاء والتقدم إن شاء الله. الشرطة العسكرية هي
النموذج الرائع والنموذج الأقدر في هذه المحافظة إن شاء الله، وستستمر. لدينا كثير من الإشكاليات، نقص الدعم، نقص الإمكانيات، نقص التسليح، نقص كذا، لكننا نعمل جاهدين لإيجاد ولو بأقل الإمكانيات إلى الأمن والاستقرار. أيضا بالإضافة، الشرطة العسكرية لديها ثلاث نقاط أساسية لحماية الأمن والاستقرار هذه المدينة، في المدخل الجنوبي الغربي للمدينة والمدخل الغربي أيضا، والنقطة الأساسية هي نقطة الهنجر في الخط الرابط ما بين خط تعز وعدن. تقوم هذه النقاط في العديد من المهام، من أهم هذه المهام هي مثل غسيل الأموال وإخراج الأموال من المحافظة، أيضا إخراج المواد الغذائية والنفطية مثل الغاز والبترول وغير ذلك، أيضا تعمل على ضبط المخالفين أمنيا والفارين من وجه العدالة والفارين أصحاب القضايا، نعمل على ربط كل الجانب الأمني على هذه النقاط بالتعاون مع إخواننا ورفقاء دربنا من الوحدات الأمنية في جميع التشكيلات الأمنية. شكرا جزيلا. أيضا الشرطة العسكرية كما قلنا هي قوة حية متواجدة على أرض الواقع، ليس حديثا يفترى بل هي حديث صحيح، أخرجها جمال الشميري إلى النور وصححها المواطن ورواها الواقع، فهي حديث صحيح حسن. الشرطة العسكرية، أولا تقدم بالشكر الجزيل لقناة عدن الفضائية والتي كانت مساندة لمهام الجيش الوطني في تعز، وكان لها دورا ريادي، فكانت ترافق المقاتلين في كل الجبهات. هذه القناة عرفناها فيها رجالا مخلصين وهبوا أنفسهم لقضية، قضية تعز، فسجلت تاريخ حافل. وعلى العموم بالنسبة للشرطة العسكرية، الشرطة العسكرية منذ أن تأسست كانت لا توجد في تعز إلا وحدة الشرطة العسكرية، كانت إمكانيتها متواضعة جدا، ولكن كانت تمتلك إرادة قوية جدا، وكان فيها رجالا مخلصين. هؤلاء الرجال بإمكانيتهم استطاعوا أن يواجهوا الجريمة المنظمة، واستطاعوا أن يثبتوا الأمن والاستقرار في هذه المحافظة، فكان لهم الدور الكبير. ولا ويجب أن نذكر أن الشرطة العسكرية ممثلة بقيادتها وضباطها وأفرادها كانت تواجه الجريمة، لدرجة أن المنظمات الإرهابية تفننت في صناعة العبوة النازفة والألغام، وأول عمليات تفجير استهدفت أفراد الشرطة العسكرية وفيما حصل في نقطة المرور حيث واجهوا العبوات، ولكنهم بالإرادة القوية استطاعوا أن ينتصروا على تلك الأفعال الإجرامية، فصدروا مواقف بطولية لن ينساها لهم التاريخ. الشرطة العسكرية كانت لها الدور الأكبر في مساندة الجيش الوطني في الجبهات، وأفرادها شاركوا في جبهات القتال، ليس كان دور الشرطة العسكرية منحصرا في تثبيت الأمن والاستقرار، بل كانت مساندة وقدمت شهداء في أسوة بزملائهم في الجيش الوطني، وقد شاركوا في عدة جبهات. لذلك الشرطة العسكرية اليوم هي إذا نظرنا الشرطة العسكرية كانت في تعز، كان المواطن عندما يشاهد الزي العسكري لفرد الشرطة العسكرية كان يشعر ويقول هناك دولة، فوجدت الدولة مع وجود الشرطة العسكرية في تعز. ولا نستطيع في هذه أن نشكر القائمين على الشرطة العسكرية وقيادة محور تعز الذي لها الدور الأكبر في مساندة الشرطة العسكرية والسلطة المحلية ممثلة بمحافظها، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة من برنامج دروع الوطن. لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، حتى الملتقى في حلقة جديدة، نترككم في رعاية الله وحفظه.